لا هذا يسأل مني يقول متى أخرج صدقة الفطر إذا لم ألحق ببلدي قبل أسافر؟ تخرجها مثل ما ذكرنا في قبل العيد بيومين، أو الأفضل إنها ليلة العيد إلى أن تخرج لصلاة العيد، تخرجها في البلد الذي أنت فيه. وإن وكلت من يخرجها في بلدك أو أهل بيتك أو أولادك في بيتك، اتصلت عليهم، تتصل عليهم وتقول أخرجوا صدقة الفطر عني وعنكم في بلدكم، لا بأس بذلك.